ربع معلقة من المكون دوت هينزل معاكي 40 كيلو في الشهر، وتحدي لو ما نزلش معاكي 40 كيلو في الشهر هينزل معاكي كتل من الدهون في اقل وقت، يخلي جسمك جسم صحي، جسم رشيق، جسم متناسق. حتى لو عندك الغده وجسمك كل مدى بيزيد ومش بيحرق، ده هينزل معاكي الوزن في اقل وقت، واتحداكي وعن تجربه. حطوا لايك للفيديو ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا زي ما انتم شايفين هتنزل معاكي الوزن في اقل وقت. تابع معايا الوصفات وتابع معايا الكوبايتين اللي احنا هنعملهم. الكوبايتين اللي احنا هنعملهم دول بيكملوا بعض ان شاء الله. هنشوف الكوبايه الاولانيه بتتكون من ايه وايه هي الكوبايه الثانيه باذن الله. هتشوفوها معايا هقول لكم على حاجه. طبعا في ناس كتير بتستغرب ان هي بتاكل، يعني بتاكل قليل جدا وتحس ان وزنها بيزيد. في اجسام كده يا جماعه، في اجسام يعني ايه ممكن تاكل اقل حاجه وتاكل كميات بسيطه جدا وتحس ان الوزن بتاعك بيزيد، وفي ناس بتاكل كميات كبيره جدا والوزن بتاعها قليل جدا. انا هقول لكم ايه السبب. ممكن يكون السبب ده، وده شيء طبيعي جدا وده يعني حاجه مؤكده، ان يكون في غده. فاحنا لازم في الاساس خالص الناس اللي هي دايما بتلاحظ ان جسمها دايما بيزيد بالرغم من ان هي ما بتاكلش كميات كبيره، ده اول حاجه بنعملها ان احنا بنحلل الغدد. حتى لو انت ما طلعش عندي غده فانت الاسم ان انت اطمنت على نفسك. فان شاء الله الكوبايتين اللي احنا هنعملهم مع بعض، حتى لو انت عندك لا قدر الله غده ولا حاجه وده بيبقى سبب رئيسي ان هو بيزود الوزن، ده هتنزل معاك الوزن بطريقه كويسه جدا وهتنظم عندك الغده. تمام؟ الطريقه دي يا جماعه ده كويسه جدا ومجربه وبتنزل الوزن بطريقه ممتازه، واتحداكي لو انت عملتها وما نزلتش معاك الوزن، وباذن الله هتكتبوا لي في الكومنتات وتقولي فعلا ان الكوبايه ديت نزلت معاك الوزن. تمام؟ يلا بنات كده نسمي الله ونعمل لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا نشوف الكوبايه دي حضرناها ازاي. مبدئيا يعني كده بنات احنا معانا الكوبايه اهي، ده كوبايه فاضيه زي ما انتم شايفين، وده الكوبايه الاولانيه، وقلنا طبعا في كوبايه ثانيه بتكمل الكوبايه دي. تمام؟ هخلص معاكم الكوبايه ديت وان شاء الله هقول لكم بتاخدوها امتى، وبعد كده في كوبايه ثانيه برده هعملها معاكم وان شاء الله برده اقول لكم هتاخدوها امتى. وعلى فكره يا جماعه المكونات بتاعتها بسيطه جدا جدا واسهل ما يمكن، مش هنشتري الاعشاب ولا هنشتري اي حاجه، حاجه موجوده في قلب بيتنا، وباذن الله ده يعتبر سحر في نزول الوزن معاكي. مهما كنت بتعاني من الكرش او الجوانب او الارداف، ده هتنزل، يعني دي كفيله لوحدها ان هي تنزل معاكي الوزن الزايد. طيب كلتنا طبعا بنسال، طب ازاي الكوبايه ديت هتنزل معايا الوزن الزايد ده؟ هقول لك هتنزله ازاي. مبدئيا كده هنحضرها مع بعض الاول، اللي لسه ما حطش لايك يحط لايك ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا كوبايه ميه، كوبايه الميه طبعا بتكون دافيه. تمام؟ وده شيء اساسي في الوصفه بتاعتي، اهم حاجه الكوبايه بتكون دافيه. بعد كده معانا ايه؟ وقلت لكم طبعا طريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه. معانا خل وتفاح. تمام كده؟ انا معايا معلقه كبيره من بتاعه الاكل، مش معلقه شاي صغيره ولا حاجه، لا هاخد بيها 3 معالق زي ما انتم شايفين كده، 3 معالق كبار. ده كده معلقه خل تفاح يا جماعه، ولازم يكون خل تفاح اصلي. ده كده كمان معلقة، في بقى مثلا 3 معلقة بقى. تمام؟ بنقلبهم بس كويس كده اهو. يبقى انا الكوباية الأولانية جهزت معايا. ده كده يا جماعة جهزنا الكوباية مع بعض. طيب دلوقتي هناخدها امتى؟ هناخدها بعد الغدا مباشرة، يعني هنتغدى هتاكلي كل اللي في نفسك، هتاكلي كل حاجة، هتقومي شاربة الكوباية ديت بعد ما تتغدى. الكوباية اللي احنا عملناها دي ده هتنسف الدهون معاكي، يعني اقدر اقولك الكوباية دي بتدمر الدهون تماما. حتى لو انت كلتي اكلة دسمة ولا حاجة زودت شوية في الاكل، ده هتدمر معاكي كل الدهون. محدش بقى يقول لي لا ده الخل بيعمل قرح في المعدة والكلام ده كله، لا يا جماعة الكلام ده كله ملوش اساس من الصحة. يعني الناس اللي هتقول ده بيجيب قرح الحاجات دي كلها، الكلام ده كله يا جماعه ما فيش له اي اساس خالص. برضو الناس حتى لو يعني ما هو ما بيرفعش الضغط، اولا لازم كلتنا نعرف، عشان في ناس هتقول طب هو ممكن يرفع الضغط الحاجات دي كلها، لا ده خل مخفف، يعني معنى كده ده 3 معالق على كوبايه الميه. الطعم طبعا مش هيبقى لاذع ولا له اي حاجه، الطعم هيبقى كويس جدا وسهل جدا ان انت تشربيه. كل المهم او كل الحكايه ان هو بينسف معاك الدهون، بينزل كتل من الدهون،
ده طبعا لو انت يعني استخدمتها بس لمدة شهر واحد، هتبص تلاقي مفيش ليكي بطن زي الاول، يعني او ليكي كرش بمعنى اصح، مفيش جوانب، مفيش ارداف، ده بتنزل معاكي كل الدهون ديت. ده كده انا عملت معاكم الكوباية الاولانية. تعالوا بقى نشوف الكوباية اللي بتكمل الكوباية دي. تعالوا بقى كده يا جماعة نعمل الكوباية التانية. طبعا قلت لكم الكوباية التانية ديت بتكمل الكوباية الاولانية. معانا بعد كده كوباية مية، والكوباية المية ديت عادية خالص من الحنفية. الكوباية الاولانية انا قلت لكم بتكون مية دافية. ده الكوباية التانية، طبعا قلت لكم كوباية مية عادي خالص من الحنفية، مش مية دافية ولا حاجة. وباخد سنة صغيرة خالص من الملح، يمكن حتى التمرة جايباها كتير شوية، بس انا باخد سنة يعني ايه على طرف المعلقة كده، بذرة بسيطة خالص، وبدوبها كويس كده اهو لغاية ما تبوش معايا خالص. باجي ادوق الميه ما بحسش ان هي مثلا حادقه ولا اي حاجه، اللي انا حطيت بذره بسيطه خالص، يعني معنى كده ان هي ملهاش اي اثر خالص. لو انت جيت شربت الميه مش هتلاقي ان هي اصلا طعمها مالح من الاساس، علشان الناس اللي هي تقول لي دي طب الملح بيحبس الميه في الجسم، لا انا ما حطيتش كميه كبيره او ما حطيتش معلقه او اتنين علشان يحبس الميه في الجسم، انا حطيت بذره بسيطه جدا جدا على طرف المعلقه. طبعا في مكون تاني هنحطه على الكوبايه ديت، الملح ده بيعمل ايه، او كوبايه الملح ده بيعمل ايه؟ ده بينظف الجسم خالص من السموم، يعني بينزل كل الدهون اللي موجوده في جسمنا، بيحرق الدهون في الجسم، يعني بيخلي الجسم صحي وكويس جدا. خلي بالكم في حاجات كمان، يعني الكوبايه دي لها فوائد تانية كمان، انا كنت عملت لكم بها فيديو قبل كده، وان شاء الله ممكن يعني ايه الناس تجيب الفيديو دوت وتشوفه، هتلاقي له فوائد مهمه جدا اكتر من كده، بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو علشان وقت الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم، تمام؟ فمعنى كده ان احنا ناخد بس بذره بسيطه خالص على طرف المعلقه وبندوبها كويس، ما بنزودش، يعني انا ما بحطش نص معلقه ولا حاجه، لا ده هي بس حاجه بسيطه على طرف المعلقه. كمان معايا اللي هو ايه، معايا خل الابيض، تمام؟ باخد برده معلقه، ده كده يا جماعة معلقة خل أبيض. الخل الأبيض ده يا جماعة ده كويس جدا جدا بحرق الدهون ونزول الوزن معاكي، وكمان نزول الدهون، تمام. خدوا الكوباية ديت قبل النوم بعشر دقايق، يعني قبل ما تنامي كده بعشر دقايق بتكوني واخدة الكوباية ديت وبتنامي، هتحسي ان انت حتى لما تيجي تصبح الصبح كده هتبص تلاقي جسمك فيه فرق، يعني فيه فرق جامد عن قبل وعن بعد، تمام. فان شاء الله هتبان معاك النتيجه من اول اسبوع، هتحسي ان انت بطنك بقت مسطحه، مفيش بطن، مفيش كرش، مفيش ارداف، ايه الكلام ده كلاته انتهى تماما. وكمان بتخلي جسمك جسم صحي، يعني بتنزل السموم من الجسم، له فوائد تانيه كويسه تانيه كمان. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تشيروا الوصفه علشان ناس كتير تستفاد منها. عموما ياكل الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.